هذا سائل يقول: هل الموالاة شرط في الغسل أم يجوز تفريقه بحيث لو توضأ في أول الليل بنية الغسل ثم نام وأكمل الغسل آخر الليل ولم يعيد غسل أعضاء الوضوء أفتونا مأجورين؟ بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. الموالاة بين الأعضاء في الوضوء فرض من فروض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا بين أعضائه، فلو أخر غسل العضو حتى ينشف العضو الذي قبله في وقت معتدل فلا بد من إعادته من أوله، لأنها فاتت الموالاة. فالذي يغسل أعضاءه أول الليل ويكمل آخر الليل هذا ما شاء الله، كيف يبي ينام هو؟ حتى لو قدر أن الموالاة ما هي بشرط، ما هي بفرض في الوضوء، لو قدر هذا فإن أعضاءه الأول بطل غسلها بالنوم، بطل غسلها بالنوم. نعم.